السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض المفهوم الثالث مقارنة التغيرات في المادة الدرس الثاني نشاط خمسة تغيير حالات المادة سين ماذا يحدث عند ترك قطعة من الشوكولاتة خارج الثلاجة لفترة طويلة في ضوء الشمس هيحصل إيه لو سيبنا قطعة من الشوكولاتة بره الثلاجة لفترة طويلة في ضوء الشمس هل ستظل كما هي في حالة صلبة أم تنصهر وتتغير حالتها إلى الحالة السائلة؟ طبعًا إيه؟ برافو تنصهر وتتحول من الحالة الصلبة إلى حالة إيه؟ إلى حالة سائلة طيب إيه السبب؟ ما سبب تغير حالة الشوكولاتة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة؟ يا ترى ارتفاع في درجة الحرارة ولا انخفاض في درجة الحرارة؟ صح. ارتفاع في درجة ايه؟ الحرارة يبقى ارتفاع عن درجة حرارة أدى إلى انصهار الشوكولاتة وتحولها من الحالة الصلبة إلى حالة سائلة طيب الهدف من التجربة التالية هو دراسة التغييرات التي تطرأ على الشوكولاتة بتغير درجة الحرارة بمعنى آخر أثر الحرارة والتبريد على حالات المد أثر الحرارة والتبريد على حالات المد هنحتاج إيه؟ تعال نشوف الأدوات واحد كيس بلاستيكي قابل للغلق كيس بلاستيك قابل للغالق، لوح من الشوكولاتة، وعاء صغير من الثلج، ومصدر للحرارة زي إيه؟ يا إما ضوء شمس أو مصباح أو حتى مجفف الشعر يبقى مصدر للحرارة وساعة إيقاف طب تعالى نشوف الخطوات رقم واحد ضع لوح الشوكولاتة في الكيس البلاستيكي. طبعا الشوكولاته حاله ايه؟ حاله صلب اتنين قرب الكيس البلاستيكي من مصدر الضوء يا اما مصباح كهربي يا اما ضوء الشمس. تلاته انتظر خمس دقائق ونسجل ملاحظات. اربعه نكرر الانتظار لمده خمس دقائق حتى تنصهر الشوكولاته. وطبعا الشوكولاته تتحول ايه؟ من حاله صلبه الى حاله سائله. خمسه ضع الكيس الذي به لوح الشوكولاتة منصهر فوق وعاء صغير من الثلج. ستة ننتظر خمس دقائق ونسجل الملاحظات. كرر الخطوات كل خمس دقائق حتى تتجمد الشوكولاتة ونسجل الملاحظات في جدول. تعال نشوف الملاحظات. الشوكولاتة صلبة. الملاحظات بعد خمس دقائق. طبعا ايه؟ بيبدأ لوح الشوكولاتة بالانصهار. يبقى بعد خمس دقايق بيبدأ لوح الشوكولاتة بالإنصهار، طيب الملاحظات بعد عشر دقايق الجزء المنصهر المساحة بتاعته بتزيد يعني معظم القطع إنصهرت، طيب الملاحظة بعد خمستاشر دقيقة لوح الشوكولاتة بينصهر بأكمله يعني جميع قطع الشوكولاتة تحولت إلى سائل، طب تعالى نشوف بالنسبة للشوكولاتة السائلة. الملاحظات بعد خمس دقائق بيبدأ لوح الشوكولاتة بتجمد طب بعد عشر دقائق تجمدت معظم القطع وبدأت تتحول إلى الحالة الصلبة طيب بعد خمسة عشر دقيقة جميع قطع الشوكولاتة تجمدت وتغيرت إلى الحالة الصلبة نستنتج إيه؟ إن حالة المادة ثلاثة صلبة وسائلة وغازية تتغير حالة المادة من الحالة الصلبة. إلى الحالة السائلة بإيه؟ بارتفاع درجة الحرارة، يعني بالتسخين، بتسخين يعني إيه؟ يعني هنا بيكتسب حرارة. تاني هتغير حالة المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بإيه؟ بارتفاع درجة الحرارة، يعني تسخين يعني هنا بيكتسب حرارة. ويمكن تحويل المادة من الحالة السائلة إلى الحالة إيه؟ الحالة الصلبة بإيه بانخفاض درجه الحراره يعني ايه يعني تبريد تبريد يعني ايه يعني هنا بيفقد حراره يفقد مين حراره طيب فكر في النشاط ما المطلوب حتى ينصهر لوح الشوكولاته براف التسخين رقم اثنين هل انصهر كل لح الشوكولاته في الوقت نفسه ولماذا ولما لا لم تنصهر قطع الشوكولاته مره واحده القطع الأصغر من الشوكولاتة بتنصهر أسرع من القطع الأكبر، لو إحنا بصينا على روح الشوكولاتة بنلاحظ إيه؟ في قطع بتكون سميكة وقطع رقيقة، القطع الرقيقة بتنصهر أولاً، وبعدين القطع السميكة بتاخد وقت حتى إيه تنصهر، عشان كده إيه؟ لم تنصهر قطع الشوكولاتة مرة واحدة، تلاتة، ما المطلوب لإعادة تشكيل الشوكولاتة إلى الحالة الصلبة؟ عشان أرجعها تاني من حالة سائلة إلى حالة صلبة، أعمل إيه؟ صح أبردها، يبقى عن طريق تبريدها، أو إن أبعدها عن إيه؟ عن مصدر الحرارة، وبالتالي الجسيمات هنا إيه؟ برافو، ستفقد مزيد من الطاقة، يبقى التبريد بيخلي الجسيمات إيه؟ تفقد مزيد من الطاقة، أربعة هل عادت الشوكولاتة إلى إيه شكلها الأصلي؟ لماذا ولم لا؟ طبعًا لا. لن يعود لوح الشوكولاتة لشكله اصلي. طب ليه؟ لأن سائل الشوكولاتة هو تحول أول من صلب إلى إلى سائل. فهنا سائل الشوكولاتة أخذ شكل الكيس. لأن إيه؟ سائل الشوكولاتة أخذ شكل الكيس. إحنا ممكن نعمل قطع صغيرة مرة تانية، إزاي؟ عن طريق إن إحنا نصب الشوكولاتة في قوالب اللي إحنا عاوزينها. طيب في أمثلة أخرى لأجسام ممكن تغير حالتها؟ آه تعالى نشوف زي مثلا ايه تجمد الماء طب الماء ده حاله ايه حاله سائله يتحول الى ثلج طب والثلج حاله صلبه بايه بالتبريد يعني انخفاض درجه الحراره طيب ايه كمان انصهار الايس كريم وانصهار الزبد وانصهار الشمع طبعا ده كله حاله صلبه وتحوله الى سائل بايه بالتسخين طيب ده علامه صح او علامه خطا امام العبارات الاتيه واحد عملية تحويل كمية من الماء إلى ثلج تحتاج إلى الحرارة عبارة إيه؟ عبارة خطأ تحتاج إلى إيه؟ إلى تبريد وليس حرارة اثنين تنصهر قطعة من الزبد عند وضعها في الشمس فترة من الزمن عبارة صحيح ثلاثة عند انخفاض درجة الحرارة تتحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عبارة خطأ تتحول ايه من الحاله السائله الى الحاله الصلبه هنا ايه انخفاض يعني انخفاض يعني تبريد نشاط ستة العلاقة بين درجة الحرارة وحالة المادة توقف حالة المادة سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية جزئيا على درجة الحرارة توقف على إيه؟ على درجة الحرارة درجة الحرارة بتحدد مقدار الطاقة التي تمتلكها الجسيمات في المادة. تاني درجة الحرارة بتحدد مقدار الطاقة التي تمتلكها مين؟ الجسيمات. لو قلنا أي مادة تتكون من واحدة صغيرة اسمها إيه؟ الجسيمات متناهية الصغار شوف بقى هنا درجة الحرارة بتحدد مقدار الطاقة التي تمتلكها الجسيمات في المادة. هذه الطاقة بتحدد مقدار حركة الجسيمات هذه الطاقة بتحدد إيه؟ مقدار الحركة طيب والحركة بتحدد حالة المادة سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية تاني درجة الحرارة بتحدد مقدار الطاقة للجسيمات ومقدار الطاقة بتحدد حركة الجسيمات وحركة الجسيمات بتحدد حالة المادة. سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية يعني إيه درجة الحرارة؟ درجة حرارة المادة بقول مقياس مقدار الطاقة التي تمتلكها جسيمات المادة تاني عبارة عن مقياس لإيه؟ لمقدار الطاقة التي تمتلكها جسيمات المادة كيفية تغيير حالة الماء؟ درجة حرارة الماء تتراوح ما بين صفر درجة مئوية ومية درجة مئوية طيب الصفر؟ الصفر هي نقطة تجمد الماء يعني الماء بيبدأ في التجمد عند صفر درجة مئوية طيب ماذا يحدث عند وضع الماء السائل في الفريزر؟ طيب درجة الحرارة في الفريزر بتكون إيه؟ بتكون منخفضة يعني فيه تبريد لما تقل درجة حرارة الماء جسيمات الماء بتفقد الطاقة ولا تكتسب طاقة؟ برافو. تفقد طاقتها. طب لما تفقد الطاقة الجسيمات الحركة بتاعتها هتزيد ولا هتقل؟ برافو. حركتها تتباطأ. يعني بتقل حركة الجسيمات وتضطرب من بعضها. تضطرب منين؟ من بعضها. طيب عندما تقل درجة الحرارة عن صفر درجة مئوية. لما تقل عن كام؟ صفر درجة مئوية. وطبعا دي ايه؟ هي نقطة التجمد. يبدا الماء في التجمد ويصبح ايه ويصبح ثلجا يعني يتحول الماء من الحاله السائله الى الحاله الصلبه ودي بنسميه ايه بنسميه تجمد اسمه ايه التجمد يبقى إيه التجمد هو ايه تحويل ماده من الحاله السائله الى الحاله الصلبه بايه بالتبريد يعني تبريد يعني انخفاض درجه الحراره يعني انخفاض درجه الحراره يعني هنا بيفقد حراره يفقد مين حراره طب يعني ايه نقطه التجمد نقطه التجمد هي درجه الحراره التي يبدا عندها تحول الماده من الحاله السائله الى الحاله الصلبه تاني هي درجه الحراره التي يبدا عندها تحول الماده من الحاله السائله الى الحاله الصلبه طب تعالى نشوف العكس بقى الانصهار ماذا يحدث لمكعب الثلج إذا ترك لفترة في الهواء طبعا درجة الحرارة خارج التلاجة بتكون إيه؟ بتكون عالية مرتفعة عند ارتفاع درجة حرارة مكعب الثلج جسيمات الثلج تكتسب طاقة ولا بتفقد طاقة؟ هم براف تكتسب مين؟ تكتسب طاقة طيب لما تكتسب طاقة السرعة هتزيد ولا هتقل؟ برافو السرعة هنا إيه؟ هتزيد طب لما السرعة هتزيد تزداد حركتها وتتباعد عن ايه عن بعضها تاني يبقى عند ارتفاع درجة حرارة مكعب الثلج الجسيمات تكتسب طاقة والسرعة تزيد والطاقة حركتها تزيد وتتباعد عن ايه عن بعضها البعض وعند درجة حرارة اكبر من صفر درجة مئوية يبدا الثلج في الانصهار ويصبح هنا ايه سائلا ها عند درجة حرارة أكبر من صفر درجة مئوية يبدأ إيه؟ الثلج في الإنصهار ويصبح هنا إيه؟ سائلا يعني يتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة ودي بنسميها عملية إيه؟ الإنصهار يبقى الإنصهار هو إيه؟ تحويل مادة من الحالة الصلبة إلى حالة سائلة بإيه؟ بالتسخين يعني تسخين يعني ارتفاع درجة الحرارة يعني ايه ارتفاع درجه الحراره يعني هنا بيكتسب حراره يبقى الانصهار عكس ايه عكس عمليه تجمد طيب تغيرات فيزيائيه التغيرات التي تحدث في حاله الماده سواء حاله صلبه سائله او من سائل صلبه او حتى من سائل غازيه والعكس صحيح بسبب درجة الحرارة تعرف بإيه؟ بالتغيرات الفيزيائية. تاني، طيب، التغيرات التي تحدث في حالة المادة، بسبب درجة الحرارة تعرف بالتغيرات الفيزيائية مثل عملية إيه؟ التجمع يعني تحول الماء إلى ثلج أو عملية الإنصهار تحول الثلج إلى ماء دي بنسميها إيه؟ تغيرات فيزيائية والتغيرات الفيزيائية لا يحدث لها تغير في تركيب المادة ما بيحصلش تغير في تركيب المادة من جوه لكن التغير بيكون في إيه؟ في شكل الماده فقط لكن تركيب الماده بيظل كما هو يعني لا تتكون مواد جديده دي بنسميه ايه تغير فيزيائي ملحوظة التغير في درجه الحراره ليس في جميع الحالات تغير فيزيائي قد يؤدي التغير في درجة الحرارة سواء بالزيادة أو بالنقصان إلى تغيرات كيميائية يعني إيه تغيرات كيميائية؟ يعني هنا بقى بيحصل تغير في تركيب المادة يعني بيتكون مواد جديدة مختلفة في تركيبها صفحة 230 كتاب سلاح التلميذ اختبر نفسك ألف أكمل ما يأتي واحد مقياس مقدار الطاقة التي تمتلكها جسيمات المادة هي نقط مين درجة حرارة المادة اثنين يعتمد تغير حالة المادة من حالة إلى أخرى على التغير فيه صح درجة الحرارة تلاتة التغيرات نقط لا تغير من تركيب المادة صح التغيرات الفيزيائية أربعة عند زيادة درجة حرارة قطع الشوكولاتة تحول من الحالة الصلبة إلى صح الحالة إيه الحالة السائلة خمسة عند تسخين مكعب من الثلج على النار يتحول إلى سائل نتيجة حدوث عملية صح عملية مين؟ الانصهار. ب ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية: واحد مقدار كتلة الماء السائل لا يتغير عند تحوله إلى الثلج الصلب. عبارة صحيحة وإن الكتلة إيه؟ تظل ثابتة لا تتغير. اتنين تزداد سرعة انصهار قطع الشوكولاتة كلما ازدادت درجة الحرارة. عبارة صحيحة. في علاقة طردية كل ما زود درجة الحرارة تزداد السرعة ثلاثة عند زيادة درجة حرارة الماء تباطأ حركة جسيمات الماء عبارة خطأ تزداد حركة جسيمات الماء أربعة عملية التجمد هي العملية العكسية لتبخر الماء عبارة خطأ هي العملية العكسية لانصهار الثلج خمسة عندما تفقد الشوكولاته السائلة طاقتها تتجمع عبارة إيه؟ صحيح. جيم اختر الإجابة الصحيحة واحد عندما تكتسب المادة الصلبة طاقة حرارية تحول إلى مادة صلبة مادة غازية مادة سائلة بخار ماء بروف مادة سائلة اتنين عندما يفقد الماء السائل حرارته يتحول إلى كلمة يفقد يعني إيه؟ يعني تبريد هنا السائل لما يبرد يتحول الى ايه برافو ثلج صلب د اذكر اسم العمليه التي حدثت للثلج في الشكل التالي واكمل النقط على السهم رقم واحد ارتفاع درجه الحراره طيب اسمها عمليه ايه برافو عمليه انسهار يبقى تحول الثلج الصلب الى ماء سائل اسمها عمليه ايه عمليه انصهار تخيل الاجابه صحيحه مما بين قوسين واحد تكتسب جسيمات الماده طاقه عند حدوث عمليه الانصهار التجمد كلاهما براف الانصهار 2 تتغير حاله الماده بنقط درجه الحراره ارتفاع فقط انخفاض فقط ارتفاع او انخفاض صح ارتفاع او انخفاض 3 يمكن حدوث تغيرات نقط للمادة فيزيائيه فقط كيميائيه فقط فيزيائيه وكيميائيه صح فيزيائيه وكيميائيه